بتبدأ الحلقة وبنشوف عزيز عيد بيروح القهوة، وهناك قاعدة فاطمة رشدي بيطلب منها فلوس سلف علشان نجيب مزنوق، وبتقول له ما أنا صرفت كل اللي معايا على الفرقة الجديدة، وبتقول له أنا ممكن أأجر منه المسرح. وبيجي لهم علي بيقول لهم شفتوا كل الجرايد كاتبة إيه عن نجيب الريحاني، وبيقرا لهم نجيب الريحاني يعلن إفلاسه والبنك يحجز على كل ممتلكاته نظير مبلغ 4000 جنيه. الريحاني يتسول تمن علبة السجاير، فعزيز بيتنرفز وبيقول كده كتير، ده افترا وقلة أدب. نجيب وصحابه ماشيين في الشارع والصحفيين بيحاولوا يصوروه، واستيفان بيمنعهم وبيقولوا ايه رأيك في اللي بيحصل للريحاني؟ بيقول لهم بزراميط، لما الرقاصة والهيكي ميكي يبقى معاها ألوفات والفنان الحقيقي يعلنوا إفلاسه يبقى طز. المسؤول في البنك بيقول لنجيب أنا وقفت إعلان إفلاسك لحد ما تشوف طريقة تسوي بيها المديونية اللي عليك. فبيرد عليه نجيب وهعمل إيه؟ أنا قدامك أهو، ما احتكمش على ساب، قطعوني بقى. والمسؤول بيقول لهم لازم يكون فيه تسوية للمديونية في أسرع وقت، وبيعرض عليه يدفع نص المبلغ ويقسط الباقي. نجيب بيقول له هجيب منين 2000 وشوية؟ والراجل بيديله مهلة 48 ساعة. فنجيب بيقول له احبسوني بقى دلوقتي أحسن، وقوع البلاء ولا انتظاره. واستيفان بيقول له وإحنا رحنا فين؟ إحنا لو بعنا هدومنا هنجيب نص المبلغ، يلا بينا. بتيجي للمسرح مرات الخواجة حنوم اللي كانت ادته صندوق المجوهرات قبل كده، والشوفير بتاعها بيدي يوسف ظرف وبيفتحه بيلاقوا فيه فلوس وبيعدوهم بيطلعوا 3000 جنيه، ومع الفلوس في جواب مكتوب فيه نجيب أنا معجبة بيك من زمان وكان نفسي أجمع كل المبلغ المطلوب لكن لم أستطع جمع إلا 3000 جنيه، ادفع نص المبلغ المطلوب منك والباقي خليه لمصاريفك وقريبا سأدبر لك باقي المبلغ، حبي لك للأبد المخلصة فاء. وكلهم مش عارفين مين فاء دي، وبيقول لهم ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، بس مين فاء دي؟ بيظهر استيفان وبديع ويوسف وبديعة ونجيب بيقول لهم انتوا اول زوجين يصلح ما بينهم رئيس حكومة، وبديع بيقول له حسين باشا رشدي اعتبر خصامكو ازمة سياسية واصر انه يصلح ما بينكو بنفسه، ونجيب بيقول لهم انا عندي شروط وعاوزكم تشهدوا عليها. بديعة بتقول له سمعني، فبيقول لها اولا ما ترجعيش الصالة تاني. بترد لا طبعا، ازاي في تعاقدات وفي بيوت كتير مفتوحة من الصالة دي، وبتقول لهم هجيب انطوان ابن اختي يدير الصالة وهبعت اجيبه. نجيب بيقول لها ثانيا لو عايزة تشتغلي معايا مفيش كلمة من بقك تطلع للصحافة، ولو زعلانة من اي حاجة قوليها لي بيني وبينك. فبتقول له والمقابل ايه؟ بيقول لها كفاية ان هتفضلي معايا على المسرح بطلة الفرقة، وبدل ما يكتبوا عن بديع الرقاصة هيكتبوا عن بطلة فرقة الريحاني وزوجته. وهي طبعا مش عاجبها الكلام، فبيحاولوا يصلحوا بينهم، بتقول لهم موافقة بس عندي 3 شروط، رجلي على رجلك في كل مكان، والجرسونيرة اللي فوق المسرح تتقفل، ثانيا اخد اعلى اجر في كل الروايات اللي همثلها، وثالثا اسمي يتحط جنب اسمك في التعايا. بيقول لها وانا موافق. نجيب بيروح المسرح بيقابل مارسيل، بتقول له واخيرا هنشتغل سوا، والمسرح اجرته مشترك اسمك واسمي، والمصروفات نص ونص، والارباح نص ونص، يعني مع بعض على الحلوه والمره، وبيمضي معاها العقد وبيتفقوا على تقديم مسرحيتهم الجديده. في كازينو بديعة بتستقبل ابن اختها اللي جابته علشان يدير الصالة بدلها، بتقول له انا جايبك تباشر على الصالة والكازينو والمسرح، وكل يوم بالليل نتقابل بالدفاتر والايرادات، ولو اثبتت جدارتك اعمل لك توكيل رسمي عام تباشر فيه كل اعمالي في مصر. مارسيل بتيجي لنجيب المكتب بتقول له احنا حققنا ارباح من العروض، انت ليه عاوز تقفل العروض؟ وبيقول لها انا مش بقدم فن علشان الفلوس، انا بقدم فن للناس، والناس دلوقتي بتقن واحنا قاعدين نقدم الف ليلة وليلة وحاجات مسلية مضحكة. فمارسيل بتقول له انت عاوز تعمل روايات من الواقع؟ بيقول لها ايوه، وانا بحضر لثلاث روايات، وانه بيفكر يعمل مسرح متجول يلفه بالعروض على القرى والنجوع في الاقاليم. وبديعة ما بيعجبهاش الكلام فبتسيبهم وبتمشي.
بنشوف عرض مسرحية والحوار عن الجنيه والفلوس، بيقول في الآخر القوة للجنيه، عليه العوض ومنه العوض. رئيس الحكومة منفعل في التليفون بسبب المسرحيات اللي بيقدمها الريحاني، وانه بيقلد الملك وبيوصفه بحكم قرقوش، وبيقول هو ينفع يقول ان الحكومة مجوعة الشعب وتحمي الفاسدين والظلمة؟ فين الرقابة؟ الملك غضبان جدا، وانه قبل كده طلع قرار بعدم غلق مسرح الريحاني اول ما تولى الحكومة، لكن دلوقتي هيصدر قرار جديد بإلغاء المسرح فورا. مارسيلو نجيب بتقول له أنا مش زعلانة من قرار غلق المسرح، لأن ده قرار سرايا ملكية، المهم عندي إنك تبقى كويس وصحتك كويسة. وبتقول له إحنا قبل رواياتك الأخيرة كسبنا فلوس كتير، بس هي الدنيا كده، تكسب شوية تخسر شوية، بس المهم إنك قلت للملك أنت أعور في عينه. وبيدخل عليهم بديع وبيقول له قرار السفر المفاجئ ده، ونجيب خلاص بيقرر السفر، وبيملي بديع بيان علشان ينشره في كل الصحف باسم نجيب الريحان، وبيكتب انني اذ افنيت عمري في المسرح لم يكن قصدي فقط ان اسلي، مع ان التسلية حق من حقوق المتفرد، لكنني اصر انني استطيع ان اوثق المجتمع من خلال فن التمثيل والقيم المسرحية، ان التمثيل يجب ان يهز العاطفة ويحقق انسانية الانسان وحريته، سواء قدمته من خلال دور إنسان وضيع أو ملك رفيع. نجيب الريحاني وبيقول له بديع الله عليك انت لخصت فلسفتك في الجملتين دول، بس أعتقد أنهم ممكن يشيلوا آخر جملة. في تونس عام 1932 بديعة بتسأله انت هتعرض انهي رواية الاول، فبيقول لها الليالي الملاح، وهي بتقول له بس انا عايزة اعرض ياسمينة وعامله حسابي على كل ده وجايبة معايا كل لبسها، وهو بيقول لها ما انا قايلك من مصر ان انا مش هعرض، وبيتخنق. بديعة بتلم شنطة هدومها، واستفان بيقول لها ايه يا بديعة انت اتجننتي ولا ايه؟ المتعهد صرف دم قلبه على المسرح والدعاية والفندق والحفلة كمان ساعتين والمسرح مليان على اخره، ده اكبر مسرح في تونس. بتقول لهم اتحرقوا كلكم، مش هعرض يعني مش هعرض. وبديعة بيقول لها في شرط جزائي على الحفلة اللي مش هتتعرض، وبتشيل شنطتها وتمشي. وبيجي لهم المتعهد بيقول له في ايه؟ فين الست بديعة؟ فنجيب بيقول له اعتبرها مش موجودة. والمتعهد بيثور عليهم وبيطلع مسدسه وبيضرب نار، وبيتم إعلان فشل رحلة الريحاني لتونس. بيجي لنجيب مندوب لمخرج عالمي وانهم مرشحينه لبطولة فيلم بسلامته عايز يتجوز، فنجيب بيوافق. بديع واستفان بيروحوا لنجيب القهوة وبيقولوا له بقالك يومين مختفي وازاي تسيب دار العرض والفيلم شغال، فبيقول لهم انا اول مرة اشوف نفسي على الشاشة الكبيرة، خفت من منظري وقلت لو الجمهور شافني هيضربوني بالمراكيب، فمشيت من الباب الوراني وخبيت وشي. بديع بيقول له خفت من ايه؟ انت عملت فيلم ياقوت واتعرض فرنسا وكان عال. بيقول له ايوه في فرنسا انا ما شفتوه، والجمهور هناك وانا هنا، لكن اعمل فيلم هنا في مصر وفيه جمهور؟ الجمهور اكيد هيضربوني. فبديع بيقول له الجرايد كاتبة نجيب الريحاني يتألق في السينما كما هو في المسرح. نجيب بيقابل احمد سالم ونيازي مصطفى وبيعرضوا عليه انهم يشتغلوا معاه، وبيقول لهم انا فتحت شركة انتاج باسم الريحاني واللي عايزني يشاركني في الانتاج، واتكلموا عن موضوع جديد اسمه سي عمر وبيوافق، وبيتكلموا عن ظروف الحرب وهتلر والالمان، فنيازي بيقول له خلينا في الفن، ونجيب بيقول له انا كنت خايف من السينما انها تاخد جمهور المسرح، ولما الجمهور جه ورايا انا بقيت موت فيها، هنبدأ امتى؟ مارسيل بتقول لنجيب عندي ليك خبر حلو، صاحب المسرح راجع من بيروت، وبتقول له مسيو حنوم عايز يبيع المسرح بتاعه، وبيقول لها نشتريه منه احسن من الايجار. تقول له انا سبتهم في المسرح يتفرجوا على التعديلات اللي عملناها سوا. وبيدخل عليهم الخواجه حنوم وزوجته، ونجيب بيبص لها وبيستغرب، والخواجه بيقول لهم انا هبعت لكم المحامي بتاعي يتفاوض معاكم، وبيستأذن. ومارسيل بتقول له ايه رايك نجيب؟ بيقول لها انا بفكر
أعمل رواية أجمع فيها المسيحي والمسلم واليهودي وسميها حسن ومرقص وكهين، وبتوافقه وبتسيبه تخرج. وبترجع فيكتورين زوجة حنوم لنجيب بيقول لها أنا شفتك قبل كده، أنت فيكتورين صح؟ وبيقعدوا بيقول لها أنت اللي جيتيلي عند قهوة الأوبرا وسبتيلي صندوق فيه مجوهرات ومشيت صح؟ تقول له أيوة، وأنا اللي بعتلك الفلوس بعد البنك ما حجز عليك وسافرنا لبنان ولسه راجعين، وهو دلوقتي بيلم ممتلكاته وعايز يسافر أورشليم، بس أنا مش هسيبك نجيب، أنا بحبك نجيب. بيقول لها معقولة؟ معقولة في حب كده؟ أنا مش مصدق نفسي، أنا بحلم. تقول له بالعكس، أنت تستاهل لأن روحك صافية. بيقول لها أنا حاسس إن ربنا بيعوضني عن كل اللي فات، ما في ولا واحدة قربت مني إلا إذا كانت طمعانة أو عاوزة تشتغل، ما فيش غير واحدة بس اللي كانت بتحبني بصدق وإخلاص، فهي بتقول له وأنا بحبك يا نجيب وهحاول أخلص من حنوم بأي طريقة. بديعة بتروح الكازينو بتاعها، ابن اختها بيقول لها الصالة والكازينو نوروا، وبيقول لها هجيب لك الإيراد. بتقول له استنى، مين اللي رجع البت الشغالة اللي اسمها فاطمة اللي انا طردتها؟ بيقول لها قصدك بيبع عز الدين؟ دي رجع بأوامر قصر الدبارة. وبتسأله عن تحية كاريوكا، بيقول لها موجودة. بتقول له انا عاوزاها هي وسامية جمال في البروفا. بيقول لها حاضر. وبتقول له ابعت لحكمة فهمي كلها ترجع وامضي معاها بأي شروط. المتر إسحاق وكيل حنوم بيجي لنجيب جايب له العقود وبيقول له بس السعر لما يجي الخواجة حنوم. وبتدخل عليهم فيكتورين وبيجي الشوفير بتاع حنوم وبيقول لنجيب الخواجة حنوم قلب عليك الدنيا وفي ايده مسدس. وبيدخل عليهم المكتب حنوم وبيقول له أنا عرفت كل حاجة أنا هقتلك، وبيضرب رصاص من مسدسه. فنجيب بينزل يستخبى تحت المكتب، وفيكتورين بتقول له اسمع حنوم لو عاوز تقتل حد اقتل انا هو، هو مالوش ذنب، انا اتجوزتك وانت كنت عارف اني مش بحبك وانت كنت موافق، لو عايز تنفصل بهدوء انا موافقه، خد كل شيء مش عايزه منك حاجه. فبيقول لها انا ما اقدرش استغنى عنك، تعالي نسيب هنا ونمشي. تقول له موافقه بس بشرط تكتب التياترو بيع وشراء للريحاني. بيقول لها موافق. فين العقد بسرعه؟ وبيمضي على العقد وبتديه لنجيب. نجيب بيقول لها ازاي انا مجهز الفلوس اتفضلي، وبيطلع لهم الفلوس. بتقول له شكرا وبيخرجوا. وعلى الباب بتقف وتقول له نجيب المسرح ده بقى بتاعك دلوقتي، بس ياريت تسميه مسرح الريحاني. وبتمشي.